خالو خالو ده جبت لك زبون تحسب لي نسبة؟ لك زبون شنو؟ خالو أعرف واحد فقير باع بيتهم وفلوسه على قده وريد لك كلية. لك ابني الفقير إلى الله والكلية للزنجيل مو إلى افتعمد. والله العظيم انا عبد مامو دخيل الله ودخيلك لا تقتلني. وين وديت الطباخ؟ الطباخ انهزم اقسم بالله العظيم انهزم. ولك حيوان حمادي خلاك حارس على الطباخ بالمزرعه ومن هجمنا اختفيت انت والطباخ. وين راح؟ صح صح عندك فرصه اخيره يا اما تلحق باستاذك. انا صح كنت حارس على الطباخ فجأة قمت وواحد ضربنا على راسي. واحد؟ منو هذا الواحد؟ احكي. هذا الواحد هذا كان خاطف حمادي قبل شهرين وشرد يعني انهزم. اسمه ستار. اي ستار.
تريد مني لو أسد التليفون بوجهك؟ طلبي بسيط دكتورة، 20,000 دولار، يعني شدي. أنت أكيد تتشاقف، أنت تعرف هذا اسمه ابتزاز؟ دكتورة، أنا سحبت كل بياناتك وقرصنة ملفاتك وصورك. دكتورة هسه أكمل نشر الصور وأقدر أسوي لها معالجات وأنزلها وساعتها، بس عدد المشاهدات يكفيني. يعني أنا أقدر أجي بيتك إذا ما دبرتي لي الفلوس. أنت اللي قاعد تسويه هو جريمة إلكترونية ورح تتحاسب عليها صدقني. والله شو تريدين دكتورة سوي، لا تقصرين، بس راح أنطيك فرصة 2 days وأرجع أخابرك، وراها بعد لا تعتبين علي. باي. سمعتوا؟ هذا واحد زعطوط، شكو خايفين من عنده؟ لا هذا مو زعطوط، هذا ذكي وده يعرف شي يريد. أنا هسه كلش خايفة. أنتوا تعرفون إذا صارت لي فضيحة بالسوشيال ميديا يعني كل شغلي راح يخرب؟ ما عاش اللي يهددش دكتورة، أنا موجود وشابها وياي. هو قال يومين، خلي نشوف شنو نقدر نسوي. هسه اسمعيني كل الزين، أنا أريد رقم تليفونه والرابط اللي دزلك إياه وإيميلك اللي مربوطة بيه كل حساباتك، دزيلي إياه. تمام. وأنا راح أشوف شنو أقدر أتصرف. تمام، راح أدزلك كل شيء لعد. أتوب من المحبة القلب ميتوب وخلي شوي. الله 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 العطر هذا. أتوب من المحبة القلب ميتوب. ليش ميتوب؟ لازم أكفت سر بالموضوع، سر بالموضوع. ما شاء الله ما شاء الله. اوه شنو هالعطر هذا الحلو، شنو هالاناقه، شنو هالترتيب. والله سبحان الله، منكم للنسوان انتم، انتم مصيبه مصيبه. شن انتم للنسوان، اهتمينا بنفسنا لويت بوس، شن ما اهتمينا بنفسنا ما يعجب. شن شلون نتصرف وياكم شلون؟ بس ما شاء الله طالع كأنك عريس. ايه. وين رايح؟ وين رايح؟ رايح 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 عندي موعد. موعد ويا من؟ اشو ما قايل لي يعني لازم اقول لك؟ يعني لازم اقول لك الدجاجه من البيضه، لو هاي البيضه من هاي الدجاجه، لو هاي الدجاجه من انت؟ شنو هالمسائل هاي؟ رحمه الوالديش، رحمه الامك وابوك، عوفينا من هالمسائل هاي. يلا يلا لا تحرق اعصابك، هاي الاناقه كلها تروح حرام. يلا 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 توكل على الله. بس من ترجع أيه؟ اريد منك موز وكوي وتفاح، واريد سمكه وحده بحريه مو نهريه. اقول لك شنو قاعد تشاقين وياي على هالعزيمه هاي؟ لو انت فايزه باللوتو مثلا وما قايلت لي، شنو هاي العزيمه المن؟ هاي أريد الأكل كله الزمزم، لأن الدكتورة قالت لها لازم تمشين على نظام غذائي صحي ولازم تمشي على هذا الأكل. ماشي ماشي، الله يعينك الله يعينك عبود على هالمسائل هاي. أقول لك أنت ليش ما تسوي لك يعني حال سبيل لأهل المحل العمارة؟ رايح ياكل وجاي ياكل ومسويت ليش عزيمة؟ أقول لك أنت شكو خايف على الفلوس، فدوا أروح لك أشو زمزم وشريكة ويانا. أي بعد شكو؟ شنو زمزم بالشركة؟ ثم ماذا يعني؟ ليش تخاف؟ انت بوك الساعة تعيدي لي الاسطوانة، تعيدي لي الاسطوانة. يلا أنا رايح، هاني يلا أنا رايح. الله وياك الله وياك الله وياك. دير بالك على نفسك. طبعا. بس مو تنسى السمكة بحرية مو نهرية. يا ربي شمرها وشمرها بالبحار وخلصني. يلا في مال الله. مع السلامة. بحري بحري. أي بحري 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 بحري. الله وياك الله وياك. ميسر طبعا ميسر في بال الله. بعد 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 ثبت لي هاي، كبرها كبر. هذا وجه مبين؟ هذا الوجه الوحيد اللي مبين، بس للاسف مو واضح. نقدر نخلي فلاتر ونوضح الصوره، بس راح نحتاج وقت. ايش قد وقت فراس؟ فريق البحث الجنائي جاهز، راح نحتاج 24 ساعة نوضح بها الصورة وندور بأرشيف الداخلية. المشكلة المنطقة ما بيها غير محل ورد بكاميرات، بس الإضاءة شوية أقوى. مبينة عملية خطف مرتبة. راح أدز الفيديو، وأنا متفائل سيدي، راح نتعرف على صاحب الصورة. اطل الفيديو للشباب خليه يدزوه، تعال وياي أنت. وين سيدي؟ أرض تشيك المنطقة أشوفها بعيني. أنا متكون فكرة براسي. شنو يخلي واحد مثل ستار
يهجم على مزرعة حمادي ويخطف الطباخ. معقولة؟ يعني ستار جاي يتابعني كل هاي الفترة حتى ينتقم مني؟ مدى صدق علاوي؟ ستار؟ صدق صدق أخويا، فرخ البط عوام عيوني، وهذا أخوك بالدم يشبهك. أخويا؟ أختي؟ أمي؟ أمي قولوا بعد ما يعنوني، لا قولوا ما أعرفهم ولا يعرفوني. أمي اللي تفرت مني يبست آخر عرق أخضر بطلوعي، بس اللي شاغلني هسه شلون أدب هذا الولد ورجع الطباخ. اجوا سلمه للشرطة أو شغلوا وياه. شغلة؟ اي يعني معقولة ستار راح على تجارة الكريستال وإحنا ما نعرف؟ اسأل صبحي الأقرع هو اللي يعرف. صبحي شالي علاوي؟ صبحي شالي؟ مو أنت دخلت بياناتنا؟ مو أنت تخطط وياه على كل شيء بدون علمي؟ أنا خل راحت خضرة؟ أنت أضوج من عند علاوي؟ أضوج منه وليش أضوج؟ بس هذا أني أعرفه كل الزين، هذا إذا حس بالخطر يبيعني ويبيعك، ومثل ما قلت لك دخلت بياناتنا. علاوي الصبح إذا لعب وياي بذيلة أقطع بليلة وسهلة سهل. أنت ليش خايف؟ أني ما أخاف، هذا غدار، هذا جريدي مال المجاري. جريدي؟ جريدي علاوي؟ لا ده احنا شنو؟ احنا عايشين بهاي الظلمة، مو جريدي؟ احنا عندنا هاي الفلوس والدولارات، مو جريدي؟ احنا شنو؟ اتمنى انطيك كل هاي الفلوس، تعطيني لحظة واحدة واحدة أنام بيها بدون كوابيس. أتمنى ألاقي لي أم تحبني تحضني، ما تتمنى لي الموت وتتلومني وتقول لي صبحي الأقرع إحنا اللي جريدي هنا. هادي بس احنا. احنا شنو؟ شنو احنا؟ احنا عدم، احنا ماكو، احنا رايحين للظلم، احنا طريقنا واحد ومعروف، احنا رايحين للقتل، احنا رايحين للدم، احنا مثل الخفافيش تعيش وتموت بس على الدم. هلا حبيبي حنا. اهلا شلونك؟ اهلا عبود ابو شاب حبيبي. اهلا وسهلا حبيبي شلونك؟ الله 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 على هالزهور الجميله هاي. الله حبيبي حبيبي شونك؟ ماشي. شون الوضع؟ كل الزين كل الزين الحمد لله. شنو هالقميص هذا؟ شنو هاي؟ هم مغلق، هم مغلق. وين راحوا وليدي؟ راح اتغبل انا. وين راح وليدي من البارحة لليوم؟ وين رحت؟ ولك يما يا رويعتي وين رحت؟ وين اروح هسه؟ شو اتصل بيمة؟ الو يما وصال فدوه، اروح لك. ما خابرك محمود؟ ما شفتيه يما من البارحة لليوم؟ ماكو. واتصل عليه وتليفونه مغلق. فدوه اروح لك. سيلي عليه بالكلية، سيلي جماعته، خبايت يما حد خاب. فدوه اروح لك يما. سيلي عليه، سيلي عليه، ترى قلبي انشلع، قلبي مثل النار على وليدي، قلبي حبيبي حنة. اريد منك شغلة، اريد باقة ورد مرتبة
يعني شلون باقه الورد المرتب؟ يعني معاصره. شلون اشرح لك يعني؟ هسه لا تشرح لي. بلي. انا راح اختصر لك. تقدر تقول لي شو المناسبه حتى اقدر اساعدك؟ المناسبه حقيقه صار اعجاب بيني وبين وحده، حقيقه هي عراقيه، بس وين عايشه؟ برا بالاجانب. فاريد يعني مثل هيك ورد، اريد من تشتمها هي ريحتها تطير تطير من عندها، تطير تطير. صار حبيب هاي العين وهاي العين حبيبي. تؤمرني لحظات لحظات، اخذ لحظات. ماكو احد منا وهاي باقة الورد. شنو الصدفة الحلوة هاي؟ هلا بيك. شلونك عمو بشار؟ شلون احوالك؟ اغاتي الله يخليك، مشتاق لك هواي، مشتاق لك اني. صحتك شلون صارت؟ والله الحمد لله رب العالمين، ماخذ ورد لقبر المرحومة الوالدة. الف رحمة ونور على روحها ونعم منك عمو. الله يخليك. انا هم جايب شغل والله. هي ليش لا؟ هالايام الحكومة كلها شغلها بالورد، ليش؟ لأن حكومة رومانسية. رومانسية الحكومة. يا ابو انت تطي الحسوة بالقصة عمو بشار. لا 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 لا، انا ما انطي الحسوة بالقصة، لا، انا انطي الورد للحكومة. نعم منك. برصتكم. نعم أنا منك. انا اروح للقبر الوالدة، قاعد ينتظروني انا. شيلها عبود، حكومة رومانسية، حكومة رومانسية. شلونك عمو بشار؟ شلونك؟ انت اخبارك؟ الله يسلمك عم حنا. انا بخدمتك. امر خدمة. هذا المحل بيه خدمة توصيل؟ اي بيه خدمة توصيل. صباح الخير. صباح النور. عيادة الدكتورة وهيبة؟ اي نعم تفضل. هذا الورد للآنسة أسرع عبدالهم. اي آني؟ اي من منو؟ ما أعرف. طيب شكرا. مع السلامة. مع السلامة. إسراء أنتظر ردك على أحد من الجامعة. يعني اللي صار ويا مستار واللي صار ويا محمود قاعد يلمون طلاب هنا بالجامعة لقوهم يتاجرون بالممنوعات، بعد هذا العمر كله تطلع عمو وصال عايشة وبستراليا، يعني هذا اللي قاعد يصير مو يخبل الواحد. هاي وصال هسه نفتهم قصتهم. هاي بيتشي شباب ما حد بيكم شاف محمود؟ لا أمه خابرتني وتقول مختفي من البارحة وتليفونه مغلق. قلت لكم من البداية قلبه ما مرتاح، بس ما حد يصدقني. خبرتي شهاب خاف بيت يمه؟ سألت شهاب وستار همين، بس ما حد بيهم شايفه. ايدي حبيبتي ماكو شيء، هسه نشوفه وين يعني؟ جوز بأي مكان. ايدي أنا كلش ضل بالي. الله الله على هاللحظات اللي يعيشها عبود الضامن. يا سلام. تفضلي تفضلي عزيزتي. عيني أبو شهاب. عيني. أنا سألت عليك قبل ما أخبرك، ما شاء الله سمعتك كلش حلوة بالمنطقة، كل اللي سألتهم عنك قالوا أنت رجل أمين وتعرف الحق من الباطل، ولهذا أنا اختاريتك. ست ليلى أني 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 واي متشكر منك، لأن أنت طيبة، بس يعني قبل لا أسأل أنا موافق وعلى عم عيني. على شنو موافق أبو شاب؟ موافق على أنه نصير أصدقاء. ها أكيد أصدقاء. أكيد. أمريني وأني بالخدمة. الله يخليك. أخدمك. نعم تفضلي. عيني أبو شهاب. نعم. أني باكر مسافرة لأستراليا. أنت باكر مسافرة؟ لا أذيتيني هواي أذيتيني، يعني ما ممكن شوية تطوليها تمطمطيها تأجليها؟ أبد والله ما ترهم يعني. نعم. لأنه أني خلصت إجازتي ولازم أرجع أداوم، أريد أحد أعتمد عليه. إن شاء الله يكون قريب من وصال. لقيتي. وصلني الصغيرة والكبيرة عنها. لقيتي؟ حقيقة أنا ما لقيت شخص أنسب لهاي المهمة مثلك، إلى أن أرجع أشوفها على سنة الجاية بإجازتي. زين العفو، يعني سؤال معذرة، أنت ليش دبيتي هالوصال؟ هاي قصة طويلة يا أبو الشاب، يعني أنا أصلاً كنت فاقدة الأمل تدري؟ بلي بلي. يعني إلى أن لقيت جماعة دلوني على الحجية اللي ولدتني بالسر واللي أخذت هاي البنية ودتها للجامعة. بلي بلي بلي. زين؟ بلي بلي. تصور دفعت كومة فلوس. يا سلام. بس أعرف أخبار عنها، بس أعرف مكانها، تالي ما تالي بعد كل هالتعب تصور تنكرني تقبلها أنت؟ وصال تنكرك أنت أمها؟ لا هذا ما يصير أبداً أبداً ما يصير. المهم عيني أبو شهاب، أنا راح أعطيك رقمي ونحاول نتواصل كل يومين.
آني هاي البنية لازم أنقذها من هالجحيم هذا، مستحيل أبقيها هناك. يعني آني عبود الضامن يحكي ويا هالأنوثة الراقية هاي ساعتين باليوم؟ يا سلام، لا نسومه كلها سمك وكلها ما ادري شو. على كل حال العبو في السؤال شوي ولو اضايقك فيه يعني. نعم. المعذره فضل. يعني الفيزا لاستراليا الواحد مثلي انا عبود الضامن قد تكلف؟ ها دكتوره دخل المريض. حبيبتي اسراء حاولت اجلين كل مواعيد اليوم والغيهن، لأن دهس نفسي كلش تعبانة ما أقدر أستقبل أي مريض. خيرج دكتورة سلامتك. ضايجة من ورا سالفة الهكر صح؟ حقك والله، والموضوع أصلاً يوتر. كله صوتي. أنا ليش فتحت الرابط؟ أصلاً ولا مرة مسويتها. شلون فتحته ما أدري. زين إيش راح تسوين؟ ما أعرف. المفروض ستار يساعدني بس هو هم خطية. ما أريد أورطهم وياي. يلا إن شاء الله تنحل. إن شاء الله. زين أنت ليش ما تعطي فلوس؟ شلون أعطي فلوس؟ أصلاً هذا يعتبر ابتزاز إلكتروني. من نعطيهم فلوس يعني دا نشجعهم. إحنا لازم نوقفهم عند حدهم حتى ما يعيدوا ويا أحد. حقش والله. زين إهدي إهدي. إن شاء الله تنحل. بعدين إحنا كنا وياك. إن شاء الله. طيب أنا رح أأجل كل مواعيد اليوم وأسوي لك عصير ليموني يهدي أعصابك. خالة، محمود عنده أصدقاء غيرنا؟ يخاف راح يم واحد منهم؟ لا خال، ما عنده غيركم. الله يستر، ربو يحفظه وليدير. أنا برأيي خليه يبلغ الشرطة. إي والله قلبي ما مرتاح. وسادس دوك تحكين، ترى هو كبير مو صغير، خلينا ننتظر وندور وبعدين نبلغ الشرطة. لا لا لا، أنا ويا مقترح وصال، إحنا لازم نبلغ الشرطة. نسيت اللي صار ويوم ستار؟ إيش بيهم ستار؟ هاش بيك جميل مسترش عليها ولكم احجوا قلبه وقف. خطفوها نسوان من باب شقتها بس رجعوها ورا يومين، والمسكينه من يومها حتى ما تحكي. يوم اروعه تبطوف. لا الله لا يقولها. خلاص مو هيك قصدي انا، بس يعني قاعد اسوي مقارنه بين موضوع مسترش ومحمود. جميل عوف مقارناتك هسه وخلونا نتصرف بعقل. لا عاد خلينا نقسم قسمين وندور بلكي يبين. يما روحتي روحتي ربي ربي روحتي يماك ربي. بشر صار وياك؟ لا العب ويا نفس اللعبة القذرة، هذا عنده أكثر من حساب فدا حاول ويا كل الحسابات، وحتى على الواتساب همينه دزيت له روابط، بلكي يدوس على واحد يفتحن. زين إذا راح يفتحني إيش راح تستفاد؟ شلون إيش نستفاد؟ راح نقدر نحدد موقعه، وهسه يعني شوي صارت صعبة، بس بلكي الله أقدر أوصل للآي بي مالته حتى أعرف هو منه. لو بدأ يستهدفون بس الناس المؤثرين، يعني شلون الدكتورة وهيبة مثلاً؟ مو صح؟ طبعاً هاي شبيك، هم يدورون ناس ثقال حتى شنو بعدين يفاوضوهم على فدية فلوس وتصير الشغلة معقدة. إذا كانت الضحية مرت يستدرجوها. إيش قصة فلي؟ أقول لك أنت راح تقدر تجيب هذا مو؟ والله هو مو سهل، بس أنا وعدت نفسي اليوم ما نام الليل إذا ما أعرف هذا منه ووين مكانه. ما نام حالف لا ما نام، يعني هذا كله لعيون الملكة. وهيبة تستاهل الروح، شلون أخلي واحد سافل مثل هذا يروجها ويغذها؟ اليوم إلا أدوس راسه بالقندرة. كفو. بدر بيك بدر بيك، ها لو تروح لي البيت حضرتك تنام وترتاح. ايش ارتاح؟ يقول ارتاح. ايش ارتاح يا خالد بعد اللي صار؟ ايش ارتاح؟ خلاص استاذ خلاص، كل الامور رجعت الى طبيعتها. ايش يرجعها لطبيعتها يا خالد؟ هذا مفيد مخرب كل شيء. اطمئن اطمئن، مثل ما بنيت الامور رجعت استاذ. بس شنو قصدك؟ فهمني. مفيد لزموه بالمطار وهسه حاليا بالسجن. بالسجن؟ هو هذا مكانه الطبيعي بالسجن. خابر المحامي هسه يطلع فورا. شلون يطلع بدر بيك؟ عنده جرائم هوايه، عنده تزوير وسرقه. اقول لك خابر المحامي خلي يطلع فورا لا توقف قبال مثل الصنم. تحرك. صار بيك هسه. تحرك. مفيد بالسجن.
ايه شنو؟ يا الله يا الله وصلت لشهاب. طلعت موقعه؟ لا هسه هذا مسوي تسجيل دخول باسم وليد احمد، بس شنو؟ هسه هو اوفلاين، بس يتصل خلاص راح نحدد موقعه. زين وشنو يظن انه هو متصل؟ وقف. الو، هلا وهيبه، عندي خوش خبر لك، قدرت اعرف الهكر منو. ايه لا مو هي هاي المشكله، يعني انا اريد احدد موقع بالتحديد فمحتاج مساعدتك. تقدرين تجينا المحل؟ انا وشهاب قاعدين. ماشي انتظرك. يلا مع السلامه. يابا ممكن تفهمني ايش قاعد يصير؟ بس تجي وهيبه تعرف. يلا ايش تنتظر؟ ما عندنا شيء. بس مبين على عيونك انت ودا تحكي وياها. الملكه ساحلتك سحل زعامه. ملعون ولا تجوز من سوالفك انت. ابا صدقني ترى انا واقع بحيره. وهذا علاوي يعني عبالي انا جاي اتقرب لك حتى اخذ مكانه. انا كل اللي عليه سويته، هسه بس اريد من عندك ترخصني حتى اروح. وين تروح صبحي الاقرع؟ احنا قاعد نلعب. بصراحه انا ما ابي حيل مشاكل وصحتي على قدي. زين وهذا علاوي ترى ناوي لي على شر فاريد اروح. اوفك من علاوي. اوفك. اكو شيء اهم. زين انت راح تروح وياي. نعم. شيء أهم؟ وين؟ تبغى تريد تروح؟ إيه أريد أروح. امشي وياي أقرع. امشي أقرع. امشي. أحد يقول لي الشردون من ذول الحراميه؟ احد يجاوبني هنا؟ اوه الخاطر الله ما تقول لي انت ايش قد تلغي. سد حلقك واسكت. تعود ابني تعود. انت هسه بالجحيم. جحيم ايش انت منو؟ لا تسهل حبيبي السؤال هنا ممنوع. احسن شيء تتعود صير مثلي. انا ما هلقد تعودت على هذا المكان. الله وكيلك حتى وجوه نسواني الأربعة نسيتهم. تعود. نعم تعود. أقول أنت لويش جابوك هنا؟ أنا رجال فقير اشتريت سيارة قصاد وانباقت مني وجاي أدور عليها بالشوارع، خطفان وجابون هنا. ومن صاحب المعرض؟ بس لا شامل وسعدون الأجراء. تعرفه؟ يقول لي تعرفه. هو اكو واحد بالدنيا ما يعرف سعدون الاجراب؟ ذولا اوسخ بياع شراي سيارات بكل بغداد. الظاهر عليك وقعت وقعه بس الله اللي يدري بيها. لك هذا يشتغل وياهم. يعني شنو راح يقتلوني؟ لا ما يقتلوك بس يفسخوك ويبيعوك ادوات احتياطيه. شنو؟ ادوات احتياطيه؟ دكتور دبرت الفلوس؟ اي دبرتهم. وين تريدني اوصل لك اياهم غير تقول لي؟ كل زين. انتظر مني اتصال وانا اقول لك شلون ووين تسلمين الفلوس. تمام اوكي. زين انا هسه ايش يضمنني من انطيك الفلوس ما راح ترجع تبتزني مره ثانيه وما ترجع الحساب؟ دكتوره تيك ماي وورد، كلمتي وحده وما تصير اثنين. اوكي ماشي. هسه انا ايش راح اسوي؟ قلت لك انتظر من عد اتصال ودير بالك تفكرين تلعبين وياي. اوكي ماشي انتظرك. عافيه دكتوره شطوره. دافع ما زعمه بشر حدت الموقع؟ لا
يعني قدرت احدد المنطقه، بس لازم بعد اتصال ثاني على مود اقدر احدد اكثر بالضبط. انا اشوف نتوجه للمنطقه هسه. يلا. زين فرضا هم كانوا مسلحين، غير المفروض احنا نخابر على الشرطه؟ ليش بدنا نتصرف من كيفنا؟ يا شرطه دكتوره، دخليني الزمه بالاول واخليه يلعن اليوم اللي فكر بيه يسوي هيك وياك، وبعدين اعود لكل حادث الحديث. طلع دكتوره. فراس انت راح تتفهم شغلي، ترى انا عندي طموح كلش كبير. انت ليش محسستني راح اقتل احلامك وطموحك؟ ترى مثل ما محتاجك وياي انا راح اكون وياك بكل خطوه في حياتك. سراء انا احبك. طيب يعني نقدر نقول موافقه، بس عندي شرط واحد. بدينا؟ تسمح شرطي بالبدايه. شنو؟ أنا أقول لهم أجل شوية موضوع الخطوبة، يعني لبداية الصيف على الأقل. أحس محتاجة شوية بعد وقت حتى نتعرف على بعض أكثر. هي سهلة ذاهي، عبالك شيء أصعب. بس آسف. نعم راد عمران. تمام، صار صار. مسافة الطريق. مع السلامة. أنا لازم أروح. راد عمران رايدني. طيب يلا. بس الحساب. ها دكتور، جهزتي الفلوس؟ اي جهزتهم. كل زين. هسه ريجت تروحين باتجاه الزعفرانية. وراها انا خابرك وافهمك شنو تسوين. تمام، بس اني لازم اعرف. سدد التليفون؟ لا. ما قدرت احدد المكان بالضبط. هسه ايش راح نسوي؟ ترى هذا قاعد ينصب علينا. دكتورة، أنا حددت المكان يعني بشكل عام، بس ما أعرف وين بالضبط يعني. شو رح نعرف؟ أنا برأيي الشخصي اتصل على الشرطة وهم يحلون الموضوع. لا دكتورة، هالمرة خلي ثقتك بي، صدقيني رح أجيبه. هسا يرجع يتصل وأقدر أشتغل. هياتي هياتي هياتي. ها ليش سديت التليفون؟ ها دكتورة وصلتي؟ اي وصلت. شو اسوي هسه؟ تروحين تمشي لي قدام، اكو محل مال عطورات بصفك، وحاوي مال زباله. حطيني كيس بالحاوي مال زباله. شنو؟ حاوي زباله؟ دكتوره سوي اللي قلت لك عليه بدون اي حرف زايد. الو صوتك دا يقطع. الو دا تسمعيني؟ دكتوره سوي اللي قلت لك عليه. على كيف على كيف. اوكي اوكي هنا 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 هنا. شنو؟ بدي اشر عندي الموقع هنا. شاب تعال انزل وياي. دكتوره اخذه بالسياره انت. الموقع بدي اشر عندي هنا. أكيد بهاي البناية. يلا تعال. صبحي. نعم. ذاك المحل شفته؟ إيه شفت. ما أريده يغيب عن عينك ولا لحظة. أريد أعرف هذا الولد وين ودى الطباخ. تفهم صبحي؟ افهم هادي افهم. هاي شغله ترى كلش مقدور عليها. اهم شيء اني اكون حر وطليق وبعيد عن مشاكل الغاوي علاوي هادي. بس امهلني كم يوم الاخبار كلها تكون عندك. زين صبحي انزل اقرا. انزل صبحي. اسمع. نعم. اي معلومه تعرفها عن هذا الولد تخابرني على نفس التليفون اللي نطيك اياه. صح. تحرك يا قراع. تحرك يا قراع. لك ها ابن الكلب. لك انت وشتي يعني. لا 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 ابو
لا 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 شنو هذا؟ لا شنو هذا؟ لا شنو تعال لك تعال لا 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 بيدك لا بيدك لا بيدك تعال تعال لك تعال كيف حقك على بنات العالم؟ عفوا 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 تعال 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 لك تعال 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 لا لا تعب نفسك ولا هو لا كوقف بحد كثر خراب منه منو 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 لك 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 خلاص يصيح يصيح داري 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 اي اي صيح لا صيح بعد 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 تعال تعال لا 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 الله ما يحيي سمعوني شباب اللي صار له معنى واحد خالو علاوي يريد يتقاسم ويانا بالربح جابر شنو اللي يضمن ان علاوي ما راح يقول للمهيدي لان انا بعد اللي شفته قمت اخاف حكي الواو صح احنا لازم نرتب الموضوع ونطلع منه كافي بابا لا تصيرون جبناء انا اشوف اللي صار لمصلحتنا اولا ضمننا خالو علاوي صار ويانا وثانيا ما صرنا طايفين صار عندنا ظهر يحمينا هنا هذا الشغل ما يطمن بصراحه انت تنفذ وما عليك سمعت له لا زين ايش وقت نطلع منها ونخلص ريدني نهزم لك بابا انت مخبط شنو تطلع منها هي سهله سمعوني خلونا نزيد كميه البضاعه ونشوف هي شلون تترتب وانت كافي هذا الخوف اللي عليك خوفك هذا هو اللي راح يفضحنا وبكتها بعد ما يفيدنا الندم كتكوت حيوان هذا طلع واحد ساقط شغلته يبتز الناس وياخذ منهم فلوس ما لكم علاقه هسه ارجع لكم حساباتكم عوفوني وروحوا تعرف اني كلش انقهر على واحد مثلك عنده كل هاي الامكانيه يتصرف هاي التصرفات والله عيب عليك لا دكتوره غلطانه هذا مو مال واحد ينقهر عليه هذا مال واحد يتعامل ويا عافيه ابو الخوه هذا مال قندره ستار خليني اتصل على الشرطه حتى يجون ياخذوه لا 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 دكتوره هذا خليه يمي هذا راح اربيه وبعدين عود خابر الشرطه ما يخالف ستار الخاطري خليني نخابرهم حتى يجون يتصرفون وياه ولكل حادث حديث ماشي بس المهم ياخذ جزاءه راح اخابر عمران انا جابر تقول خالد اللي تعرفهم هادي وين اخ الصبح الاقرع وش دي يخططون من ورايه سهله خالو عوف عليه هسه تاخذ السياره وتاخذ الجماعه جيب لي اياه دور عليه بكل مكان هسه اريده صار خالو دله بسيطه صبح الكلب الا انسيك حليب امك طالب جامعي وتتعاطى مخدرات وتبتز بالناس ما خال شي يعتب عليك سيدي ما راح اقول اي حكايه الا قدام المحامي شبلك محامي عليك تهم تخيسك بالسجن لازم فراس اخذه فوض كمال ناسي سحبوا لي كل الاجهزه سدوا لي الشقه تمام شباب ما قصرتوا بس اتمنى مره ثانيه لا تتخذون اجراء وحدكم اذا اكو شيء تبلغون الشرطه هي تتصرف ماشي المرمره بالعميره بس احنا قلنا يعني هذا كتكوت براجدين نجيب لك اياه تفضل جابر شنو؟ اي ماشي ماشي انا اتصرف انا اتصرف ويا هذا السافل اي انا اروح له اخ معودي ترى ما حد يدري بس انا عادي ايش تردون مني والله ما عندي شمال واحد بطير محمود محمود ربي استر لي على وليدي لا تشعل قلبي لي ربي هذا روحتي ما عندي غيره يما محمود احنا صح طلعنا كفاله بس بصراحه بدر بيق اني ما مقتنع بالسالفه كلها اني ما اريد انتقم واسوي الشيء اللي سواه هو لا اذا هو نسى انا ابوه انا ما انسى انه هو ابني الله الله انت كبير استاذ انت كبير احنا نتعلم من عندك استاذ دروح انطي فلوس وسهل امره خلي يسافر الله الله ايش قد انت انسان رائع استاذ الحمد لله والشكر على كل شيء اجيب لك سيت نسوان اليوم لا 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 تجيب طار النسوان مرت الاخت افتهمت
هذا الموضوع نسيته والى الابد. لا تجيبه مره ثانيه، ترى زعل عليك. ها نسوان؟ لا ماكو نسوان بعد. هلا استاذ، الحمد لله على السلامه. هلا وعيني يا هلا، انت تشتغلين هنا؟ أنا؟ شنو نسيتني؟ لك خالي. نعم استاذ. اكتب له مكافاه من عندي. دروحي انت المكتب ست واني بعدين اجيب لك مكافاه. شكرا. وقلنا بطلنا نسوان. ادري بطلنا بس مو راسا نبطل، يعني شويه اجن اجن على كيفنا يا عيني. اجن اجن ونسوان جم الحفظ. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. زاد فضلك يا طيب يا ابن الطيبين. شوف عمك زين، الضيم دقه، بيتي بعيد وما اقدر اوصل له، وضيعت فلوسي وظليت بلي كروه، بس ها انا شريد منك، لا تعتبرني مجدي بس المساعده. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. العفو اخويا، انا عندي موقع ورد ركب بيه كاميرات، وقالوا لي احسن واحد هو ستار فون. اي وصلت حبيبي. رت الكارت مالك او رقم التليفون على مود اخابرك وتجيني. اي تدلل. اي والله. تفضل يعني. ها 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 ساعدوه ساعدوه. خبيث اقرع. تبقى خبيث. انخابرك فيما بعد ستوري. اطلع. باي باي.